نشرة الأخبار من التلفزيون العربية في لندن وفي عناوينها: قوات النظام السورية تسيطر على حي الصخور الاستراتيجي شرقي حلب. مقتل العشرات من مسلحي الحوثي وصالح في قصف للتحالف على محافظة حشا. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد. أهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية بالملف السوري. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري سيطرت على حي الصخور الاستراتيجي في شرقي حلب في إطار تقدم أفقد مقاتلي المعارضة السيطرة على ثلث أراضي شرقي حلب الخاضعة لها خلال الأيام القليلة الماضية. هذا هو الصمت المدقع، لا أحد، لا أطفال، لا نساء، لا شيوخ، لا رجال، لا شيء. وسائل إعلام النظام السوري تعرض بعضا من أحياء حلب الشرقية التي انتزعت من فصائل المعارضة، وتعلن بدء العد التنازلي لسقوط كامل المدينة تحت يد النظام. أحياء هنانو وجبل بدر والإنذارات سقطت بأكملها، دمرت مربع مربع بقصف جوي روسي مركز، وهرب منها الأهالي إلى أحياء أخرى في شرقي حلب لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة، وهربت باتجاه حي الشيخ مقصود الذي يسيطر عليه الأكراد. كاميرات النظام على عكس عادتها لم تعرض صور جنوده وهم يجوبون الأحياء المستردة حسب تعبيره، والسبب بحسب المعارضة هو أن من تقدم الاقتحام وكان حطب النار ميليشيات أفغانية منها لواء فاطميون، وميليشيات إيرانية منها لواء القدس، وميليشيات عراقية منها النجباء، بالإضافة إلى حزب الله اللبناني، ومن ورائها كان ضباط الروس يحددون سير المعارك. سقوط أحياء هنانو وجبل بدر والإنذارات قسم شرقي حلب إلى نصفين جنوبي وشمالي، وقطع تواصل فصائل المعارضة بين القسمين. بضع مئات من المدنيين وجدوا أنفسهم عالقين في المنطقة الفاصلة، وسلموا أنفسهم لميليشيات موالية للنظام، إذ لم يبقى لديهم طعام ولا ماء ولا دواء. وفي أحياء الهلك والشيخ فارس والصاخور بدأ الآلاف من الأهالي في النزوح بسبب اقتراب القوات الموالية للنظام وبدء موجة قصف بنظام المربعات من الطيران الروسي لتمهيد الأرض للميليشيات الأجنبية لاقتحامها. وفي الشأن السوري أيضا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد النازحين السوريين سيتجاوز 8 ملايين ونصف مليون شخص بنهاية العام الحالي. وأكدت المفوضية أن سوريا رسميا تشهد أكبر كارثة نزوح في التاريخ المعاصر. وأوضحت المنظمة الدولية أن 1,200,000 سوري يعانون من ظروف قاسية هذا الشتاء، وأنها تحاول إيصال المساعدات إليهم، ولا سيما وسائل الإيواء الأساسية والملابس والأغطية. وأضافت المنظمة بأن السوريين الأكثر معاناة هم النازحون مؤخرا. أكد المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات الاحتلال أغارت على منشأة عسكرية. قال إنها تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في مناطق داخل الجولان السوري المحتلة. وبحسب البيان الذي نشره المتحدث صباح اليوم، فإن القصف جاء ردا على إطلاق نار أصاب دورية عسكرية إسرائيلية. يذكر أن هذه هي المرة الثانية على الأقل التي يعلن فيها جيش الاحتلال عن استهداف عناصر تنظيم الدولة على حد زعمها. إلى الشأن العراقي، حيث قدم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري لرئيس البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية ورقة إصلاحية لتنظيم عمل الحشد الشعبي، بعد يوم من إطفاء البرلمان صيغة قانونية على قوة الحشد باعتبارها مساندة للجيش.
وتهدف هذه الورقة حسب مقترح التيار الصدري إلى تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التي تشكل من أجلها الحشد، بما يخدم مصلحة العراقيين دون تمييز أو إقصاء. ومن أبرز النقاط التي تقدم بها الصدر لإصلاح هيئة الحشد الشعبية، أولاً تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطه بالجيش الحكومي، إلى جانب تنظيم الآليات العسكرية وتصنيفاتها داخل الحشد. كما تنص الوثيقة على تنظيم عمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية، وتدعو إلى توضيح شروط التحاق المنتسبين بالحشد. أخيراً تشدد الوثيقة التي قدمها التيار الصدري على ضرورة ألا ينتمي المنتسب إليه إلى أي فصيل سياسي. ميدانياً، تمكنت قوات الحشد الشعبية بإسناد من الجيش العراقي من تحرير قريتين جديدتين في جنوب قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل. ووفق بيان للحشد الشعبي، وأوضح البيان أنه تم تحرير قرية التركمانية الجنوبية وقرية السلام جنوب تلعفر بعد معارك عنيفة مع مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أسفرت عن مقتل العشرات من التنظيم. هذا كان الجيش العراقي قد أعلن في وقت سابق عن مقتل 45 مسلحا لتنظيم الدولة في غارات جوية شنتها الطائرات العراقية على مواقع تابعة للتنظيم جنوب الموصل شمالي البلاد. تستمر الاشتباكات بين القوات الأمنية ومجموعة مسلحة تابعة لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في مدينة سامراء في محيط منزل كامل عباس عضو مجلس المحافظة بالشارع الملوية في سامراء. وبحسب ما أفاد مصدر أمني، فإن عددا من الانتحاريين اقتحموا منطقة الملوية في الجهة الشمالية الشرقية واشتبكوا مع عناصر الأمن. وأضاف المصدر أن الاشتباكات لا زالت جارية. من جانبها، فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال على خلفية دخول عدد من الانتحاريين للمدينة شمالي العاصمة العراقية بغداد. وعن آخر تفاصيل وتطورات معركة الموصل، ينضم إلينا من محور الخازر شرقي الموصل مراسلنا شفيق عبد الجبار. إذن شفيق، معارك شديدة ومحتدمة في محيط مدينة تلعفر بين قوات الحشد الشعبي وأيضا مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ما حجم هذه المعارك؟ أين تتركز؟ وهل تتقدم القوات العراقية في هذه المنطقة؟ نعم، المحور الغربي كان اليوم على موعد مع اشتباكات حدثت بين قوات الحشد الشعبي من جهة وبين عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. تمكن الحشد الشعبي من السيطرة على عدة قرى واقعة غرب مدينة تلعفر، أكبر الأقضية والنواحي في محافظة نينوى. هذه القرى هي قرى استراتيجية، قرية السلام والقرى التركمانية المحيطة بها، ومن ثم الاتجاه بالقوات العسكرية التابعة للحشد الشعبي إلى منطقة المفلكة. أما المحور الجنوبي وهو هنالك حدث عسكري مهم حدث قبل قليل، حيث سيطرت القوات المدرعة التاسعة على منطقة تدعى القصر أو القصر، وهي مركز محور الزاب الذي يقع إلى الشمال إلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل. وهذا المحور تقدمت فيه قطعات الفرقة التاسعة لتحاول اللحاق بقطعات جهاز مكافحة الإرهاب القريبة من الأحياء الشرقية. أما في الأحياء الشرقية لمدينة الموصل والتي يحاول جهاز مكافحة الإرهاب السيطرة على هذه الأحياء، فقد قال لنا القادة العسكريون أن قرابة 23 حيا صار بقبض أو بات بقبضة الجهاز، وهو ما نسبته 30% من مدينة الموصل، من إجمالي مدينة الموصل بشقيها. شفيق، إلى جانب هذه التطورات العسكرية، ظهرت ربما مطالبات واتهامات حتى من داخل سكان الموصل للقوات العراقية بأنها لا توفر لهم ملاذات آمنة، لا توفر لهم ملاذات للخروج من هذه المناطق المحاصرة. كيف هي أوضاع النازحين؟ كيف هي أوضاع النازحين حتى في المخيمات التي أقامتها السلطات العراقية؟
طبعا الأحياء الشرقية يعني أو التي بقبضة القوات العراقية والمتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب، والتي كما أسلفت 23 حيا، عدد نسمات هذه الأحياء قرابة 100، ما بين 100 و120 شخص. نعم. هؤلاء أغلبهم فضلوا البقاء على النزوح، بالرغم من أن الملاذات الآمنة أو الطرق الآمنة هي من الجهة الشرقية التي أنا أتواجد فيها. أما الوضع المأساوي للسكان فقد وردتنا أنباء عن نقص في الغذاء والدواء، وهنالك حالات إنسانية نتيجة القصف المتبادل بين جهاز مكافحة الإرهاب وبين عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، الذين يحاولون استهداف المدنيين بالقذائف، قذائف الهاون أو حتى في القذائف بالأسلحة الثقيلة، ما يشكل خطرا على هؤلاء المدنيين المتواجدين في الأحياء الشرقية، خاصة في حي عدن وفي حي الكرامة ويعني مرورا بكوكجلي. وقد أبلغنا مسؤولون عن المخيمات أن المخيمات في منطقة الخازر التي نتواجد فيها اكتظت بالنازحين وقد امتلأت تماما بالنازحين، ويوجهون أسئلة للحكومة عن الخطوة المقبلة في حال انه اذا تم النزوح اكثر من تلك المنطقه التي دخلتها القطاعات العسكريه العراقيه، كيف ستوفر الملاذات الامنه، الخيام، الاغذيه؟ هنالك نقص في الغذاء في تلك المنطقه. شفيق، ربما بالعوده الى يعني التطورات العسكريه وفي عجاله، تنظيم الدوله يحاول ان يقوم بعمليات تنفيذ خارج حدود محافظة نينوى كما شهدنا في كركوك والرمادي والآن في سامراء، هل من تفاصيل حول هذه العملية العسكرية التي نفذها التنظيم في منطقة سامراء؟ ظهر اليوم كان هنالك متسللون جاءوا من الجهة الشمالية الشرقية، وتحديدا من جهة جلام الدور باتجاه مدينة سامراء. يقدر عددهم بما بين 10 إلى 15 انتحاري ينتمون إلى ما يعرف بتنظيم الدولة، حاولوا استهداف منزل أحد المسؤولين في الحكومة المحلية، فرض حظر للتجوال. الاشتباكات قد انتهت وحظر التجوال قد رفع من مدينة سامراء بعد مقتل 3 من الانتحاريين، وفيما قتل 8 من الشرطة من عناصر الأمن في سامراء، وهنالك البحث يجري عن الانتحاريين الباقين الذين قد تسللوا إلى داخل المدينة. الإجراءات الأمنية قد كثفت في مدينة سامراء القريبة من محافظة صلاح الدين أو تابعة لمحافظة صلاح الدين التي تقع إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد. مراسلنا من محور الخازر شرقي الموصل شفيق عبد الجبار، أشكرك جزيل الشكر. أعلن الجيش اليمني عن مقتل 50 مسلحا من جماعة الحوثي والصالحة، بينهم قيادات ميدانية في مدينتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على الساحل الغربي لليمن في ظل الاستعدادات بجبهة تعز لبدء المرحلة الأخيرة من عملية تحرير المدينة بالتزامن مع تحرير الساحل. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. إذن نبيل، نقف معك على آخر التطورات الميدانية، خاصة هذه العملية العسكرية الجارية في تعز، ماذا حققت المقاومة الشعبية فيها؟ نعم سارة، أعنف المعارك التي دارت هذا اليوم وحتى اللحظة هي في 3 جبهات. أولا الجبهة الشرقية بمدينة تعز جنوب اليمن، بالإضافة إلى 3 مديريات في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، بالإضافة إلى مديريتي حرض وميدي على الحدود اليمنية السعودية. في محافظة تعز اندلعت اشتباكات عنيفة، وبالتحديد في الجبهة الشرقية من المدينة، حيث يحاول الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح استعادة المواقع التي سيطرت عليها المقاومة خلال الأيام الماضية،
ولا زالت الاشتباكات حتى الآن في وقت تقول المقاومة أنها حققت تقدما في تلك الجبهة، بالإضافة إلى منطقة الصلو وهي جنوب شرق مدينة تعز، هناك كذلك حدثت اشتباكات بعد وصول تعزيزات لأنصار الله الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أعناف المعارك كذلك في مديريتي المتون وكذلك مديرية المصلوب، بالإضافة إلى مديرية الغيل في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، وهي كذلك على الحدود مع المملكة العربية السعودية اندلعت اشتباكات عنيفة. شهود عيان ومصادر ميدانية أكدت سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين، ولا زالت الاشتباكات حتى الآن. يأتي هذا بعد هجوم مفاجئ لقوات الحوثيين وكذلك قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مواقع المقاومة هناك، وبالتحديد في أحد المعسكرات. هناك كذلك على الحدود اليمنية السعودية اشتباكات عنيفة، تقول المقاومة الشعبية التابعة للرئيس هادي أنها قتلت ما يقارب 50 شخصا من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في وقت يقول إعلام الحوثيين بأن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في استهداف قوات الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح للمقاومة الشعبية. كذلك سار هناك في محافظة الحيدة، يقول إعلام الحوثيين بأن 36 غارة شنت من قبل طيران التحالف على محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر. إذن أجملت لنا آخر التطورات الميدانية في اليمن نبيل اليوسفي. قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح استقالته إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعها الأخير صباح اليوم قبيل تقديم استقالتها إلى أمير الكويت طبقا لما ينص عليه الدستور، وذلك عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية. وصل القائد العام للجيش الليبي اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، من المنتظر أن يلتقي خلالها بوزيري الدفاع والخارجية. يذكر أن حفتر كان قد زار موسكو في حزيران يونيو الماضي، بحث خلالها مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا. وذكرت مصادر دبلوماسية أن وزير الدفاع الروسي أبلغ حفتر بأن موسكو لن تورد أي أسلحة إلى ليبيا قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل. نبقى في ليبيا، حيث اندلعت معارك في عدة جبهات في مدينة سرتا الليبية بين قوات عمليات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطني ومسلح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وأعلنت قوات البنيان المرصوص المدعومة من الأمم المتحدة أنها تمكنت من استعادة السيطرة على 30 منزلا في منطقة الجيزة البحرية التي تحاصرها شمال شرقي المدينة. يذكر أن القوات الليبية تواجه مقاومة شرسة من جانب مقاتلي التنظيم الذين يدافعون عن آخر معقل لهم في سرتا. نشرتنا متواصلة معكم وتتابعون فيها بعد الفاصل. رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون يعد بتغيير فرنسا بعد فوزه بترشيح اليمين. أهلا بكم من جديد. تعهد رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون بتوحيد معسكره خلف مشروع يطبق إصلاحات عميقة في فرنسا، وذلك في خطاب النصر بعد فوزه بترشيح اليمين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال فيون إن فوزه مبني على قناعات، واصفا انتخاب اليسار بالفشل وانتخاب اليمين المتطرف بالإفلاس. وفي أبرز ردود الأفعال، حذر مسؤول كبير في الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسية المتطرفة من خطط المرشح الفرنسي المحافظ فرانسوا فيون لإصلاح الاقتصاد الفرنسي. ووصف فلوريان فيلبوت عضو الجبهة الوطنية خطط فيون التي تشمل خفض الإنفاق العام ورفع سن التقاعد وتقليص التأمين الاجتماعي، وصفها بأنها واسعة النطاق وستثير الفوضى. نبقى في فرنسا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن المرشح الفرنسي المحافظ فرانسوا فيون سيهزم بسهولة الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لو بان في انتخابات الرئاسة التي تجرى في فرنسا العام المقبل. وجاء في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة هاريتس انتراكتيف أن فيون سيفوز على لوبان بحصوله على 67% من الأصوات،
مقابل 33% للوبان. نتابع هذه النشرة لكن بعد هذه الجولة الاقتصادية. قال الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إن أزمة السيولة النقدية وشح الموارد في الجهاز المصرفي بالبلاد ستنتهي قريبا بعد الإعلان الذي أصدره البنك المركزي اليمني في مدينة عدن يوم الأربعاء الماضي، والذي أشار فيه إلى نفاذ سيولته النقدية بالكامل. يذكر أن البنك المركزي اليمني نقل من صنعاء إلى عدن في شهر سبتمبر أيلول الماضي. تستمر فعاليات الملتقى السنوي للمياه في السعودية بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الخاص وتعزيز الأمن المائي للمملكة، ويشمل نشاط الملتقى لهذا العام رؤية السعودية 2030 بخطواتها للحد من الاعتماد على النفط وإصلاح قطاعي المياه والطاقة بهدف خفض الدعم الحكومي المباشر بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال بحلول عام 2020. قدرت مصادر مستقلة حجم الخسائر التي سببتها سلسلة الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق في إسرائيل بنحو نصف مليار دولار، وتواجه حكومة الاحتلال موقفا حرجا بخصوص التعامل مع تلك الحرائق، حيث تحاول ربطها بعمل إرهابي للتخفيف من الضغط الداخلي، وستضطر حكومة الاحتلال في هذه الحالة لتحمل تكاليف الخسائر الناتجة عن الحرائق، لتقدم بذلك هدية ثمينة لشركات التأمين التي سيكون عليها دفع التعويضات في حال إثبات أن سبب الحرائق طبيعي. وصف البنك المركزي الصيني في تقرير الأخير نشاط اليوان بالمستقر والقوي من خلال ما يحققه الاقتصاد الصيني من استقرار في مستوى النمو والدعم الكبير الذي يتلقاه اليوان من الموقع المتماسك للاحتياطي النقدي الأجنبي الصيني الذي يمثل 30% من مجمل الاحتياطي النقدي الأجنبي عالمياً. يذكر أن اليوان تراجع مقابل الدولار الأمريكي وارتفع مقابل باقي العملات الرئيسية الأخرى في جلسات التداول الأخيرة. تستمر الاحتجاجات الحادة ضد مشروع مد أنابيب كيندا مورغان الكندية الذي من المفترض أن يضاعف حجم النفط المنقول من حقول ألبرتا الشهيرة بثلاث مرات إلى منطقة ميناء فانكوفر بقيمة إجمالية تزيد عن 5 مليارات دولار. يذكر أن مشروع مد خط الأنابيب الذي يمر عبر مناطق بيئية في غاية الحساسية يواجه المعارضة المتنامية على مر السنوات العشرين الماضية. يحتشد الكوبيون اليوم في ميدان الثورة في العاصمة هافانا ضمن مراسم تستمر أسبوعا لتأبين الزعيم التاريخي فيديل كاسترو. جثمان كاسترو الذي أحرق يوم السبت سينقل في موكب إلى مثواه الأخير في سانتياغو دي كوبا الواقعة في شرق البلاد والتي انطلقت منها شرارة الثورة. الوداع الأخير للرئيس الكوبي الراحل فيديل كاسترو. التحضيرات للمراسم بدأت فانتشرت مكبرات الصوت في كل مكان ونصبت أعمدة الإنارة في ميدان الثورة في هافانا، وتدلت صورة ضخمة من على واجهة المكتبة الوطنية للزعيم التاريخي للثورة الكوبية. سلطات هافانا دعت المواطنين للاحتشاد في ميدان الثورة للمشاركة في مراسم تستمر يومين بينما يمتد الحداد الرسمي 9 أيام. رماد جثمان الرئيس الراحل وضع في جرة عرضت أمام أنظار المعزين الذين سيتمكنون من المرور لإلقاء نظرة وداع على بقايا القائد الذي تحكم في مقاليد السياسة في بلاده طيلة عقوده. مراسم التأبين تتضمن كذلك وضع أكاليل الزهور من قبل رئيس كوبا الحالي وشقيق القائد الراحل راؤول كاسترو وأعضاء الحكومة وقادة الحزب الشيوعي والجيش قرب النصب التذكاري للبطل القومي الكوبي خوسيه مارتي، يليهم المواطنون. ويتوقع المنظمون قدوم العديد من قادة العالم لتقديم التعازي بوفاة الزعيم الكوبي الراحل.
جنازة كاسترو وهي أيضا مناسبة أعادت إلى الواجهة إرثه السياسي، فشقيقته خوانيتا التي تعيش منذ أكثر من 42 سنة في الولايات المتحدة صرحت بأنها لن تذهب إلى كوبا للمشاركة في جنازة أخيها على الرغم من أسفها لوفاته، وأكدت تمسكها بموقفها المعادي للنظام القائم في كوبا وأنها هاجرت بسبب ذلك. المراسم ستنتهي مساء يوم غد، وسينقل رماد جثمان الرئيس الراحل في موكب إلى مثواه الأخير في سانتياغو دي كوبا الواقعة في شرقي البلاد، والتي انطلقت منها شرارة الثورة الكوبية لتطوى بذلك صفحة رجل حكم البلاد نحو نصف قرن. الآن إلى إطلالة سريعة على أهم الأخبار الرياضية. واصل برشلونة مسلسل نزيف النقاط وتعادل مع مضيفي ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الجولة 13 من الدوري الإسباني، وسقط النادي الكتالوني المباراة الثانية على التوالي في فخ التعادل ليرتفع رصيد البلوغرانا إلى 27 نقطة، ويتسع الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى 6 نقاط قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب يوم السبت المقبل. هذا وفشل برشلونة في فك عقدة ملعب أنويتا، حيث لم يسبق للنادي الكتالوني تحقيق الفوز على ريال سوسيداد بهذا الملعب منذ عام 2007. استعاد فاينورد روتردام صدارة الدوري الهولندي بعدما اقتنص تعادلا مثيرا بثلاثة أهداف لكل منهما من مضيفي أوترخت، وتقدم أصحاب الأرض مبكرا بهدف حمل توقيع سيباستيان هالر في الدقيقة الثانية قبل أن يعادل فاينورد النتيجة سريعا عن طريق نجم المخضرم ديرك كاوت في الدقيقة الرابعة، وتمكن أوترخت من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق جيفاني تروبي، واستمر هذا التقدم حتى الوقت بدل الضائع من المباراة عندما انتفض فاينورد وسجل هدفين عن طريق نيكولا يورغنسن ومايكل كرامر ليرفع فاينورد رصيده إلى 33 نقطة، يحتل بها المركز الأول بفارق الأهداف فقط عن غريمه أياكس أمستردام. يستضيف إنتر ميلان نظير فيورنتينا في مباراة صعبة لكلا الطرفين في ختام منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي. المباراة ستكون الأولى لمدرب الإنتر الجديد ستيفانو بيولي على ملعب النيراتزوري، ويسعى أصحاب الأرض إلى استعادة توازنهم بعد خروجهم مبكر من بطولة الدوري الأوروبي وتحقيق انتصار يعيد لهم الأمل في خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الحالي، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام الفيولا الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 6 جولات. وفي ملاعب الكرة الصفراء توج المنتخب الأرجنتيني لأول مرة في تاريخه بكأس ديفيز للتنس، وذلك عقب فوزه على نظيره الكرواتي بإجمالي 3 مواجهات مقابل مواجهتين في العاصمة الكرواتية زغرب، وتمكن اللاعب الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس من إدخال السعادة على قلوب الجماهير الأرجنتينية العاشقة لهذه اللعبة، وتفوق على الكرواتي المخضرم إيفو كارلوفيتش بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت قرابة ساعتين لتصبح الأرجنتين الدولة 15 التي تفوز بلقب كأس ديفيز للتنس. على أنغام موسيقى الجاز استمتع جمهور مهرجان قسنطين الدولي في الجزائر بعروض قدمتها فرق قادمة من مختلف أنحاء العالم، ويقول المنظمون إن النسخة 14 من المهرجان هي الأكبر حتى الآن، إذ يحضرها الآلاف من عشاق الموسيقى في كل ليلة من ليالي المهرجان الذي يستمر 6 أيام. ختام النشرة في أمان الله.